الحقيقة احنا يعني الفقرة دي تعتبر مميزة جدا، لان احنا معانا شخصية مؤثرة وملهمة بالمعنى الحقيقي للكلمة، وهي الحقيقة مش بس يعني بتفيد بفنها طلبة بتدرس لهم او بتتعامل معاهم، ولكن كمان هي عملت مشروع يعتبر قومي فادت بيه حوالي 22 ألف سيدة مصرية. وطبعا اللي احنا بنتكلم عليه ده هو صناعة الحلي والملابس بأشكال مختلفة. ويمكن ضيفتنا المشروع بتاعها خد المركز الأول على مستوى القاهرة والمركز الثاني على مستوى الجمهورية، ده طبعا وفقا للمبادرة أو المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، وتمكنها اقتصاديا لسيدات كتيرة جدا ممكن يكون ده باب رزق ليهم. ومشروعها زي ما قلت كده في البداية الخردة باب رزق. هل فعلا الخردة دي ممكن تبقى باب رزق، ممكن تفتح أبواب كتيرة جدا لسيدات ممكن تكون عائلات ممكن يكون ظروفهم مثلا الاجتماعية صعبة، ما عندهاش شهادة تمكنها ان هي تشتغل في مجالات مختلفة او شركات مختلفة، فتقدر ان هي تفتح مشروع بسيط جدا ويدخل لها رزق تقدر تصرف بيه على نفسها او على اولادها وما تحتاجش لحد ابدا. عشان كده احنا معانا منورانا الاستاذه الدكتوره وهاد سمير، استاذ بالمعهد العالي للفنون التطبيقيه والفنانه كمان التشكيليه، اتكلمنا اكتر عن بقى تصميم الحلي والملابس والمشروع الخاص بتاعها. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا بيك ميرسي دكتوره وهاد، طبعا يعني منورانا ومتشرفين بوجودك معانا. وفي الاول كده انا يعني عايز اعرف برضو حضرتك يعني موضوع باب رزق، يعني الفكره جات لحضرتك ازاي وكانت ايه تفاصيلها، عدت ازاي؟ هو المشروع اسمه الخرده باب رزق، مش باب رزق بس، خرده باب رزق مظبوط، لان المشروع بدا من 2008. انا بديها من ليا كام سنه، 15 سنه دلوقتي. ما فزت السنه اللي فاتت، كان ليا 14 سنه بشتغل، دربت 22,850 الف سيده على مستوى المحافظات ما شاء الله. الون كويهاد لوحدي بدون اي لا مؤسسه ولا جمعيه ولا اي حاجه خالص، ولا حتى مساعدين لحضرتك خالص. انا بشتغل يمكن دلوقتي بدا يبقى فيه، لكن لغايه ما فزت بالجائزه كان لا، لان كنت بشتغله نوع من ان هو انا بحب ادرس، بحب اعلم الناس، وانا عندي براند تاني باسمي اللي هو حلي فضه وذهب، فبالتالي ده كان جزئيه تانية بجانب شغلي. بحب اعلم السيدات ازاي يعملوا شغل، يعملوا حلي يونيك، يعملوا حاجات ما حدش عملها، ازاي تلبس حاجه مختلفه حتى لو هي مش لازم تكون تكلفتها عاليه. يعني هي فكره المشروع جت في 2008، كان عندي معرض، والمعرض بتاعي كان ساعتها بقى طبعا مش دلوقتي الذهب بدا يزيد، فبدات ادور على ايه الخامات البديله للذهب والفضه عشان تبقى الاسعار قليله. فعملت معرضي كان من طقم شوك ومعالق وفضه بتاعه السفره. ده اول حاجه اشتغلت بيها. حلو. ما اشتغلت بيها طبعا المعرض عجب الناس كلها، الحمد لله كان عندي المعرض باع يعني ثلاث ارباعه او اكتر من ثلاث ارباعه اتباع كله في المعرض نفسه. بعد كده لقيت الخامه غاليه برضو، ما هي فضه. قعدت ادور ايه اللي ممكن اوصل له، فقعدت ادور زي ما بقول دايما ايه درج ماما بتاع المطبخ. كل ماما عندنا عندها درج في البيت، او عندها الدولاب، عندها حاجه بتشيل فيها حاجات. فقعدت ادور ايه الحاجات اللي عند ماما كده، الكراكيب اللي متشاله ممكن اشتغل بيها. فاشتغلت بقى بالحاجات القديمه، الصيني القديم في البدايه خالص، الاطقم زي بتاعه رامي وجوليات، الحاجات اللي هي الصيني القديمه مش موجوده دلوقتي، البورسلين القديم كنت باخده واقطعه واعمل منه بديل احجار. بعد كده بدات اخش في حاجات تانية، بدات اخش في الازاز، في البلاستيكات، بدات اجيب بقى خرده عربيات، بقيت اشتغل باي خرده بقى موجوده، كنزات، اي حاجه متوفره عندك في البيت بحولها الى حلي وملابس. احنا معانا صور. وفي البدايه خالص كان حلي الاول، يعني اول حاجه اشتغلت بيها كان الحلي. قعدت كذا سنه ما بشتغلش غير حلي بس، بعدين لقيت نفسي ايه عايزه اغير واطور. في 2010 حولت مشروعي ده لبحث علمي، كنت بترقى استاذ مساعد، فحولته من مشروع الى بحث علمي في مؤتمر دولي هنا في مصر، والحمد لله خد المركز الاول في الابحاث، وكمان كانت نتائج البحث بتاعي هي توصيات المؤتمر، ده اللي خلاني ان انا اكمل الموضوع حلو وجديد واشتغل فيه. كملت بقى السنين اللي فاتت دي انا كنت بروح ادرب سيدات، كل فترة أسافر محافظة أجمع مجموعة سيدات وأروح أدربهم هناك، أدرب الجامعات، شباب الجامعات المصرية كلها في الغالب كل الجامعات رحتها، ما عملت ولاش عمل فيها، وبروح أدربهم إزاي ينتجوا
حلي او ملابس من الحاجات الخرده اللي احنا بنرميها. يعني احنا دايما بنقول احنا بندي الناس فلوس علشان تاخد الحاجات من عندنا. بيتنا مليان كنوز زي ما بلدنا مليانه كنوز. منها برضو اعاده تدوير وتقليل المكلفات. يعني انت بتطلعيها في حين ان انت ممكن تستخدميها. ما احنا الناس شايفين ما كانتش ده شايفين ده يا دكتور. بقى احنا معانا شويه صور عمالين يعني تعرضوا. حضرتك بتتكلمي انا عندي فضول اعرف ايه اللي عمال يتعمل. حتى مصفه الشاي بنستعملها دلوقتي يعني. سيدي